تسويل الموارد البشرية لا سيما على مستوى الولايات مباشرة بعد انتهاء هذه الوجهة. وظيفة العمومية سيداتي سادتي على أوجانب المتميزين الذين اجتهدوا على الاستراتيجي الآن في نفس الوقت من فريق العمل المركزي والمحلي الحاضرين معنا بعد ما ننتهي منها بالتبع يكون فيها ملاحظات وإثارات قاعدات يعني معيشة لوجيسيال التي عقدت على مدار الأشهر السابقة والتي مرحلة نعتبرها مرحلة متقدمة جدا بعد أن تمت رقمنة كل الوثائق الإدارية وإنشاء يعني شبكة وطنية إلكترونية لتسيير هذه الوثائق. أصبحنا اليوم نصب إلى مرحلة أعلى وأدق في تسيير الموارد البشرية. ونحن هنا اليوم من أجل أن نحضر برنامجا تكوينيا حول استعمال هذا النظام سيكون الحاضرون هم نفسهم مكونين بداية بولاياتهم ثم باقي ولايات الوطن. بلدية البرمة 400 كيلومتر على ورقلة تعود في هذا النظام المعلومات يعود مباشرة في المكان العمل تاعه يتخاطب أو يقدم معلومات إلى الولاية أو إلى الإدارة المركزية، وهذا هو التوحيد الرائع بالنسبة للتسيير الموارد البشرية للموظف.